دعونا نتابع هذه الصور التي ستكون مصحوبة بما يوضحها من معلومات. أبو مهدي المهندس يهدي وعد القد آمر حشد الشبك، يهديه نحو 3 دبابات. هذه الصور التي تظهر فيها الدبابات، ناقلات عملاقة تحمل هذه الدبابات. كما قلنا لكم، أبو مهدي المهندس يهدي وعد القد آمر حشد الشبك 3 دبابات، ويعده بوجبات أخرى قريبا وتلاحق الخزانة الأمريكية. القد طبعا تلاحقه الخزانة الأمريكية بتهم انتهاك حقوق الإنسان، مما أدى إلى وضعه على لائحة العقوبات وإصدار رئيس الوزراء أمرا بانسحاب قواته من سهل نينوى.